أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في هذا المساء. اليوم 12 تستمر الاحتجاجات اللبنانية الرافضة لسياسات الحكومة مع تصاعد وتيرة أحداث تشهد إغلاقا للطرقات وغضبا بسبب عدم تعامل النخبة السياسية بجدية مع ما يجري في الساحة اللبنانية. فهل تتجه لبنان إلى حرب أهلية قد تعيد إلى الأذهان ماض مرير؟ وإلى أين سيمتد صخب الحراك تجاه نخبة سياسية تتنوع بطوائفها وأحزابها ومصالحها؟ من مظاهرات واحتجاجات في الساحات إلى حراك شعبي جديد، فمن الشمال إلى الجنوب انتشرت سلاسل بشرية ترمز إلى الوحدة الوطنية. الشيء اللي عم بيصير هو برهان قديش نحن عم نتظاهر بطريقة سلمية، لما بتشوف الناس ماسكة إيدين بعضها وكلها قلب واحد. ورغم سلمية المظاهرات، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات الأمن والمتظاهرين من جهة، ومجموعات تابعة لحزب الله والتيار الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشيل عون من جهة أخرى. أي حل أيها الناس، أيها القوى السياسية، كل المعنيين، يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ، فراغ في مؤسسات الدولة، الفراغ في السلطة. ليه؟ لأنه هذا خطير جدا. اشتباكات يخشى اللبنانيون أن تتحول إلى مشهد طائفي واندلاع حرب أهلية، لكن الحراك يسعى إلى الحفاظ على مطالبه وتعزيز ذلك بتطوير أشكال التظاهر وإبعاد فتيل حرب أهلية قد تحرق لبنان وحراكه. ويرفض المتظاهرون أي تعديل حكومي، بل تستمر المطالبة برحيل الطبقة السياسية واستقالة الحكومة التي يراها الحراك سبباً في تردي الأوضاع الاقتصادية داخل لبنان. ومع مرور 12 يوما على بدء التظاهرات، راهنت بعض القوى السياسية على ملل المتظاهرين، لكن الحراك الشعبي يأبى أن يعود إلى بيته دون تلبية مطالبه وتوحيد لبنان دون تفرقة أو تقسيمه لمناطق وطوائف. يبقى السؤال، هل سينجح الحراك أم ستقوم بعض الكتل السياسية بإحداث فوضى قد تشعل حربا أهلية لبنانية ثانية؟ حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو دكتور جاك نرياء المستشار السياسي السابق، مرحبا بك دكتور. مرحبا. جاك دكتور حسن مرهش خبير شؤون الشرق الأوسط، مرحبا بك عبر خدمة سكايب من كندا. ينضم إلينا سيد إلياس بيجاني الناشط السياسي اللبناني، مرحبا بك سيد إلياس. وينضم إلينا عبر استديوهاتنا من واشنطن دكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك دكتور عماد. سيد إلياس من كندا، دعني أبدأ معك، إلى أين سيمتد صخب اللبنانيون في هذه الفترة برأيك تجاه النخبة الحاكمة؟ اللي مبين انه اللي عم بيصير غير مسبوق، يعني بتاريخ لبنان المعاصر ولا مره كانت كل المناطق اللبنانيه بكافه مذاهبها موحده على قضيه مثل القضيه اللي موحده عليها اليوم، من الجنوب للشمال للبيع لبيروت. وبالتالي في اصرار كمان غير مسبوق وبايمان عند الناس أنه لابد من الاستمرار، لأنه بيعتبروا إذا وقفوا في انكسار، وإذا توقفت هالانتفاضة بيصير من المستحيل أنه تقوم مرة تانية لسنين طويلة، وبيتمكن الحكم ومن وراء الاحتلال الإيراني من السيطرة الكلية على البلد. وبالتالي الانتفاضة برأيي مستمرة، وما في مثل ما حضرتك بالمقدمة ذكرت خوف من حرب أهلية، لأنه ما في حدا بمواجهة لا الدولة ولا حزب الله مسلح. اللي عم ينزلوا على الشوارع منهم الأحزاب، الأحزاب ما إلها سلطة عليهم. اللي عم ينزلوا جماعة كلهم من المواطنين المغلوب على أمرهم، واللي بيستمع لشكاوي هالناس اللي كل حدا عم بيعبر عن مشكلته بيقدر يعرف قديش لبنان اليوم بظل الاحتلال الإيراني المواطن اللبناني. ولكن سيد إلياس، من الذي سيضمن عدم توجه الأمور إلى توتر أكبر؟ في الأيام الماضية شاهدنا حتى يعني تدخل من قبل بعض الأحزاب السياسية، دخلت بدراجات نارية بمواكب تملك السلاح وتملك العتاد أيضا، ونزلت إلى الشوارع. إيه بس ما اللي عم ينزلوا هن الثنائية الشيعية، حزب الله وأمل. بالمقابل ما حدا نزل مسلح، وما حدا من الأحزاب اللبنانية اللي ممكن يكون عندها سلاح وتنزل تواجه موجودة.
لا القوات اللبنانية ولا الاشتراكي ولا حدا. نعم. وبالتالي ما في توازن مسلح، الغلبة هي لحزب الله ولا أمد طبعا ولا المجموعات المسلحة التابعة لإلهم، والدولة اللي بالمواجهة اللي هي الشعب اللبناني، شعب أعزل مسالم عم يرقص عم بغني وعم يشتكي لا أكثر ولا أقل، وبالتالي ما في أي احتمال لحرب أهلية. طيب دكتور جاك، لماذا لم تخمد المظاهرات حتى اللحظة على الرغم من وجود وعودات من قبل النخبة السياسية الحاكمة بإصلاحات اقتصادية عديدة؟ يعني مثل ما قال الزميل، يعني إذا كان راح يتوقفوا اليوم خسروا، حتى يرجعوا عن جديد ويجربوا انتفاضة جديدة راح تكون صعبة كتير. لهالسبب يعني إنه كمان يعني هذا هو اللي ناطرينه السياسيين، ناطرين إنه الناس تتعب وتروح على بيتها. يعني صاروا أسبوعين جمعتين، طيب يجوز بعد كم يوم وخلص. هذا يعني هذا أمل السياسيين، ولهالسبب يعني المتظاهرين حيضلوا على الأرض أكتر من هيك، والمطالب راح تضل والاحتجاج راح يضل ذات الشيء. على هالسياق انا شايف انه في كم سيناريوهات. اول سيناريو مثل ما شو قلنا، يعني راح يضلوا الناس عم يتظاهروا حتى يتعبوا بعدين راحوا خلاص. يعني مين ربح السياسيين ربحوا. ثاني شيء على الضغط الشارع مثل ما موجود اليوم، شايفين مثلا انه مثل الجمعه الماضي قدم حسب الانباء قدم سعد الحريري استقالته، وراحوا وفود من حزب الله ومن الاشتراكي وغيرهم راحوا قنعوه انه لا مش لازم تعمل. وثالث شيء يعني انه الحكومه اللبنانيه تستقيل ويكون في حكومه مؤقته، وهذا هو الضغط الاساسي اللي منه خايف حزب الله، وهذا هو هاجس حزب الله، لانه اذا راح يصير هيدا راح تكون الاندلاع للحرب الاهليه اللي راح تكون على الشارع، والشارع هو الشارع تبع حزب الله. نعم دكتور حسن، انتقل اليك يعني بهذا التساؤل، لماذا يعني الاحزاب السياسيه وابرزها حزب الله دائما ما يتحدث بخشيه من المستقبل ويقول بان فراغا سياسيا قد ياتي ان استقالت الحكومه وان نجح الحراك الشعبي اللبناني في تحقيق مطالبه؟ يعني بداية دعنا نقول أنه أي حكومة بأي بلد بيكون، وتحديدا بلبنان اليوم، هي جسر الانتقال من مرحلة لمرحلة. يعني هناك مطالب محقة لدى الشعب اللبناني بما يطالب فيه، ويعني أنا أكثر شيء معجب بأنه إلغاء هذه الأحزاب الطائفية، وهذا شيء جديد على العالم العربي ككل مش بس بلبنان. والتوجه هذا يعني أنا كثير سعيد فيه. وبعدين المطالب المحقة بالنسبة للحقوق البسيطة للإنسان اللبناني أو للشعب اللبناني، لماذا لازلت تتعنت الأوساط والسياسية؟ نعم. والأحزاب، ولكن يعني في استقالة الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو كل هذه الأحزاب، يحدث هناك فراغ. من يعني دعنا نسأل السؤال، من هو الذي يعني سوف يأتي ويجعل التغيير؟ يعني هناك في بندين أساسيين. البند الأول هي يعني ترجيع كل الأموال المنهوبة، و هذا يحتاج إلى قانون، وحماية الأموال العامة والتي يعني من النهب والتي نهبت استعادتها، وأيضا إزالة الحصانة لكل من نهب هذه البلد، هناك حوالي تقريبا 250 واحد، وتقديمهم إلى القضاء وتشكيل لجنة قضائية تقوم بهذا العمل. هذا يحتاج إلى حكومة، يحتاج إلى حكومة تسن هذه القوانين. والأهم بهذا الموضوع أيضا البند الثاني هي تغيير قانون الانتخابات لكي نخلص من هذه اتفاق الطائف والطائفية الموجودة في لبنان. علينا أن نغير القانون أو قانون الانتخابات. من سوف يغير هذا القانون؟ أي حكومة سوف تغير هذا القانون؟ يغير القانون يتم تحديد لموعد جديد للانتخابات حسب القانون الجديد الذي يخدم ما يطالب فيه الشعب اللبناني، وبذلك يستطيع أن نتقدم إلى التغير. ما يحدث الآن، المطالبة بالفراغ هي تأتي بفراغ وتأتي بفوضى وتأتي بالآخر إلى حرب أهلية. ويعني هناك شكوك وعلامات استفهام، يعني دائما استمرار أي تظاهر بهذا الزخم بهذا الوجود بالشارع اللبناني، لابد أن يكون هناك أيدي خفية لربما تلعب بالشارع. لازم نطلع على الوضع اللبناني ونشوف شوي صغير ونقارنه مع اللي صار بالجزائر. بلشت بالجزائر ذات الشيء،
انتفاضة شعبية، صار في مظاهرات وكذا، وضلوا على الأرض حتى ما الحكومة تغيرت. راح بوتفليقة، راح بعده خيو، راح بعده كل الوزراء صاروا بالحبس، كل الفساد فاتوا على الحبس تمام. بجوز يعني هذا هو المثال اللي نحن شايفينه. بس الجزائر يختلف، الجزائر هناك رئاسة، الوضع يختلف، الرئيس هناك هو ما بيحتاجوا لقانون انتخابات جديد. هناك كان يعني في تعليق بالجزائر في بس إن هناك كان انه على يعني ترشح الرئيس كمان مره للرئاسه وتغييرها يعني حتى الحكومه هذا كان هناك صعوبه كبيره في تشكيلها اكيد يعني هذا حزب الله. المقارنه ما بين الوضع اللبناني والجزائر واي بلد ثاني بالدول العربيه لا تجوز. نعم، الوضع اللبناني بتركيبته المجتمعيه والقوميه والمذهبيه فريد من نوعه، مش بس بالدول العربية بالعالم. بس مش عم بحكي عن مقارنة بين بلدين، عم بحكي عن مثل ما كان بالجزائر. لا ينطبق. هو يعني دكتور جاك يتحدث عن أن الشارع سيبقى في الشارع حتى تحقيق المطالب، هذا ما قصده دكتور جاك. ما في حكم عسكري وما في حدا بيقدر يغير النظام. نعم، النظام في لبنان لا يتغير إلا بالتوافق. طيب والمشكلة في لبنان اليوم، خليني أكمل، المشكلة في لبنان اليوم منا المطالب كلها اللي عم بتطالب فيها الناس، ولنا المشكلة اقتصادية أو اجتماعية. المشكلة في لبنان هي احتلال. القرار اللبناني مصادر، إيران تحتل لبنان عن طريق حزب الله، في دويلة تحكم الدولة، وكل الحكام اليوم في لبنان معينين من قبل حزب الله أو يخافونه، وبالتالي ما في قرار لبناني اليوم. ما في بلد بالعالم في يصير في تظاهرات بهذا الحجم وبهذه الشمولية والحكومة لا تستقيل. السيد نصر الله اللي هو حاكم لبنان الفعلي حط شروط، قال لا إسقاط للحكومة، لا تعديل للحكومة، ولكن هو ليس الحزب الوحيد يا سيد الياس الذي يرفض ويتعنت. لو سمحت حبيبي خليني أكمل. وبالتالي كل هذه اللي عم نشوفها هي أعراض لمرض واحد، هو مرض الاحتلال الإيراني، واللي عم بيصير بلبنان عم بيصير بالعراق، وعم بيسكان يصير وراح عم بيصير دائما بإيران. الناس لا يمكن أن توائم ما بين المقاومة المنافقة. طيب ابقى مع السيد الياس. نعم وصلت فكرة السيد الياس. يوجد ضيوف آخرون في الاستوديو. لحظة. طيب لكي نشرك دكتور عماد عبد الهادي في هذا النقاش من واشنطن. دكتور عماد يعني نعتذر على الإطالة، ولكن لماذا برأيك يعني تخشى الأوساط السياسية الحزبية في لبنان أن يكون هناك حالة فراغ ما بعد إقالة الحكومة؟ هل هذا مبرر برأيك؟ هي فزاعة في المقام الأول، والذي أطلقه هو حزب الله. حزب الله الآن يتحدث باسم النظام كله. حينما أقدم حزب الله على اجتياح بيروت قبل عدة سنوات ووضعوا زعماء الطوائف كلهم في منازلهم، اليوم الوضع مختلف. الصراع وجودي، ما يطالب به اللبنانيون، وأنا أتفق مع المقارنة مع الجزائر، هو تغيير النظام، وهذه هي أزمة المظاهرات في الجزائر. اقتلاع النظام من جذوره واقتلاع الدولة العميقة، هذا هو الأمر الصعب جدا هناك. نظام متمترس لأكثر من عدة عقود ليس من السهل تغييره. ومن ثم فكل زعماء الطوائف والنخب السياسية وأركان النظام تصطف اليوم خلف حسن نصر الله على أساس أنه الرجل الذي سيحمي هذا النظام من الانهيار إذا حانت اللحظة الحرجة. والفارق هنا كبير جدا، إنه حينما يقدم على عمل لاجتياح أو لمهاجمة المتظاهرين سيكون كل الطوائف يقفون خلفه وزعماء الأحزاب، لأنها مسألة صراع وجود. هؤلاء لن يكونوا لن يتنازلوا بأي قدر من مهما جمح من الخيال. نعم، إلا مجبرين عن هذه المحاصصة الطائفية التي تعادل نهب الثروات والفساد إلى آخره. المسألة تتجاوز انتفاضة مطلبية، إنما هي تغيير للنظام، وهذه هي العقدة الحقيقية. من ذا الذي يمكن أن يطيح بكل هؤلاء وعلى رأسهم حسن نصر الله مدعوم إيرانيا
حتى يتغير النظام ويجلسون هم للفرجة. هذه هي المشكلة الحقيقية، وهذا هو السيناريو الذي يمكن يؤدي إلى حرب أهلية، ولبنان مرشح أكثر من غيره لهذا. نعم دكتور حسن، أنتقل إليك، لماذا توجه الانتقادات بالذات لحزب الله برأيك؟ أنا باعتيادي كل من يوجه الانتقادات لحزب الله هو يريد فراغ للبنان، وهو يريد الانهيار إلى لبنان، لأنه من يحمي هذا الوطن اليوم ومن يحمي هذه المظاهرة اليوم هو حزب الله وحركة أمل والأحزاب المتفقة الأخرى التي تتواجد مع هذا الحزب. ولكن يعني الضيوف الكرام لم يستطيعوا الحديث عن ما فعله سمير جعجع من القوات اللبنانية والاشتراكية وليد جنبلاط أيضا اللي مدعومين من بريطانيا ومن السعودية والأمريكا، ويريدون أيضا بجبران باسيل أن أيضا أن لا يكون في الساحة اللبنانية. يعني هناك أسبوعان فقط قبل اندلاع هذه المظاهرات في لبنان كان حوار لجبران باسيل وزير خارجية لبنان مع أحد القنوات الأمريكية، وعندما تحدث وقال أنا لبناني وأنا أخدم لبنان وليس صبي عند الأمريكي أو عند السعودي أو عند الإيراني، حتى تحدث بهذه اللهجة. نعم. يعني كان هناك الفاسد، من قال الفاسد. نعم هو كل من يريد الخير، كل الكهرباء بلبنان، كل من يريد الخير إلى لبنان نقول عنه فاسد. ونحن نرى أصابع الاتهام تتجه نحو كل الفاسدين، من كانوا رؤساء حكومة ومن كانوا أعضاء من القوات اللبنانية ومن أحزاب الاشتراكية وغيرها، أصابع الاتهام بالفساد تذهب لكن إلى السنيورة وإلى مئات وإلى غيره. هم من نهبوا البلد وهم من أخذوا أموال هذا البلد، وعلى رأسهم رئيس مصرف لبنان الذي أعطى قروض إنها أول ما إلى آخر. ولكن توجيه سيديات سعود لكن حزب الله هي غاية في نفوس هذا، ويريدون أن هذا الولد من حارب من تحرير لبنان هو ليس سيد الياس من كندا ولا سيد الثاني ضيفك الآخر من واشنطن، من قدم الشهداء ومن قدم لتحرير لبنان هو حزب الله، ومن يحميها اليوم وفي خطابه أيضا ووضع العلم لبناني هو لبناني وهو يريد الخير للبنان، غير هذا من ينادي في الفراغ والفوضى، وهذا ما سيؤدي. 21 عشر سيد الياس، أنا مهلك شوية، أنا مهلك، خليني أسمع دكتور حسن. لا يكفي النقاش هكذا دكتور حسن. سيد الياس يتدخل والأمريكي يتدخل دكتور حسن، سأطرح لا يوجد دعم بالعالم يمتد إلى هذه المرحلة إذا ما كان وراءه دعم من السفارات. دكتور حسن روى نبضك دكتور حسن، لحظة تفضل دكتور جاك سعود الله سيد الياس ليأخذ نفسه شوية. طيب سيد الياس، طيب 21 أكتوبر فاتوا 200 دراجات نارية وناس حزب الله فاتوا على ساحة رياض الصلح، شو صرخوا اللي شو كانت الصرخة؟ خميني وخامنئي وهيدي اللي كانوا الثورة الإيرانية قالوا، هيدي اللي قالوا داخل الساحة رياض الصلح. يا هل يعني هلأني واحد يقول إنه هلأني حزب الله مش متاع صار؟ هو بالعكس رياض الصلح أكثر من نصها طلعوا من هذا عند منادى إنه يطلعوا، واللي كانوا الضاحية خبوا الضاحية الضاحية السؤال لو سمحت. حزب الله لم يحرر لبنان. طيب لدي تساؤل سيد الياس، الجنوب اللبناني اليوم كل الجنوبيين موجودين في كل أنحاء العالم إلا في الجنوب. سيد الياس استمع إلى تساؤل لو سمحت. عنده آلاف الصواريخ، عنده جيش أقوى من الجيش اللبناني، مشرع الحدود، عم يتدخل بكل الدول العربية. النقاش ليس حزب الله، نقاش لبنان. سيد الياس اسمع، لحظة لدي تساؤل، لن أستمع هكذا سيد الياس، أنا ما ندير النقاش هنا لو سمحت سيد الياس. أليست الإشكالية سيد الياس لبنان اليوم سيد الياس تحت نير الاحتلال الإيراني؟ الموضوع ليس حزب الله فقط يا سيد الياس، الموضوع لبنان. هو حزب الله وليس هناك أي موضوع إلا حزب الله. لما الإنسان بيكون عنده سرطان ما بتعالج أعراضه،
لما بيكون عنده سرطان تستأصل السرطان، والسرطان الذي ينهك ويهمش الجسم اللبناني كله ويفقر اللبنانيين ويلغي لبنانيته ويثبت النظام هو حزب الله. المشكلة ليست بالفراغ، عندنا دستور نحن، لو ما في احتلال ما في فراغ، الحكومة بتستقيل وتبقى تصرف الأعمال. نحن بلد عندها دستور، ولكن حزب الله والحكام اللي معينهم حزب الله ما خلوا شيء بالدستور، ما خلوا شيء بلبنان، حولوه إلى معسكر إيراني، عزلوه عن العالم، عزلوه عن الدول العربية. يا ما تتفضل الناس هو التشويه بعينه للحقائق الموجودة في لبنان. ما في حق أنت تتحدث عن لا يوجد أي حقيقة بما تتحدث عنه، ولا أي حياة موجود، عندنا قرارات دولية، ولا أي حياة من اللي موجود من اللي أنت تتحدث فيه. سيد الياس، واتفاقية الهدنة، هودي الحل، والمجتمع الدولي هو اللي بده يحل مش اللبنانيين. طيب لحظة دكتور جاكسون، يعني دكتور عماد، طيب سأعود إليكم، سمع من واشنطن. نعم لنعود إلى واشنطن. دكتور عماد، أليست الإشكالية أيضا بباقي الأحزاب؟ يعني نتحدث هنا عن حزب الله صحيح، ولكن هناك أحزاب لبنانية أخرى. أليست الإشكالية بالطائفية في لبنان؟ أكثر من 18 فصيل طائفي أتى وتم توارثه عقب الاستعمار الفرنسي. هذا صحيح، ولكن هذا هو أول مطالب أو أولى مطالب الشارع اللبناني، إلغاء نظام المحاصصة الطائفية، لأنه يتجاوز مسألة الطائفية إلى ما يمكن أن يسميه الإقطاع السياسي، وهذا هو ما يتفرد به لبنان عن دول العالم كله، وليس كما قال الأخ السابق أنه لبنان لا يشبه بلدا إلا بتفرده في الإقطاع السياسي. منذ لا يشبه بلدا ونحن إلا نسمع نفس الأسماء. يا سيد الياس، أنت يعني لا يمكن أن نكمل النقاش هكذا. سيد هذا الياس، ليس تعايش بقوة السلاح، تعايش بقوة السلاح السياسي وفي القرار. أنت تجهل الواقع اللبناني، أنت لا تعرف لبنان. أنا لا أجهل الواقع اللبناني، أنا عاصر الواقع اللبناني من 20 سنة. عفوا الشخص اللي يدافع عن حزب الله، يعني تهاجم جميع الضيوف، لا أعرف لماذا. حسن نصر الله هو من قال لحظة. أموالنا وغذاؤنا وسلاحنا وكل شيء يأتي من المرشد الأعلى حسن نصر الله. وبالتالي هو محتل إيراني، هو اللي قال الكلام ده، هو اللي بيدين بالولاء للمرشد الأعلى لإيران. حزب الله ليس حزبا لبنانيا، هذا حزب إيراني، وما يحدث في العراق هو صورة طبق الأصل لما يحدث في لبنان، ونفس الحجج التي يسوقها أزلام إيران في العراق يسوقها أزلام إيران في لبنان. كفاكم الاختباء وراء أصابعكم واستغباء الناس. حزب الله حزب فاشي إقصائي يحكم لبنان بقوة السلاح. طيب دكتور حسن، كيف ترى؟ يعني باعتقادي هذا التهجم من قبل واشنطن وأيضا كندا، يعني هذا معروف على حزب الله. يا أخي، نعم حزب الله مدعوم من إيران وله علاقات جيدة مع إيران، ولكن هو لا يستعمل قوته ولا يستعمل أسلحته ضد اللبنانيين، هو استعمل سلاحه لحماية لبنان من الأفكار التكفيرية التي كانت تغزو لبنان من اتجاه سوريا. هو حمل لبنان وحارب عن لبنان، هو لا يوجه سلاحه اللبنانيين، وهو يساعد ويقدم مساعدات، وهو حزب مثل باقي الأحزاب المتواجدة في لبنان، وهذا بنص الدستور والشرعية العالمية، ولا نستطيع أن نتحدث غير ذلك. وعندما سئل جبران بسيل أيضا عن أنه هذا طلب منه لبومبي وقال له أنه هذا حزب إرهابي، قال له هذا حزب لبناني، وليس كل الشيعة في لبنان هم إرهابيون، وهذا كان الرد تبعه. وبذلك بعدها بأسبوعين نزلت هذه المظاهرات كما حدث في سوريا وما حدث في العراق. يتحدث عن العراق أنه إيران من احتل العراق؟ أليس الأمريكيون من احتلوا العراق؟ ما هو المخرج من هذه الأزمة؟ في سيناريوهات. السيناريو حسب رأيي أنه الوضع بلبنان رح يضل مثل ما هو، مثل ما حتى بينقلب النظام، رح يتغير النظام. نحن لبنان اليوم
تغير، اللي كان من قبل الأسبوعين مش رح يصير، مش رح يرجع عن جديد، مش رح يرجع عن جديد، راح صار في لبنان جديد. هيدا اللي رح يصير، ولبنان الجديد رح يكون على أساس إنه يكون في حكومة تكنوقراط، على أساس إنه يكون في إصلاحيات، على أساس إنه 20 بنك لبناني 18 منهم هن بدأ عائلات لبنانية وسياسيين هن اللي بيكونوا مسؤولين وصاحبين هالبنوك. الفساد اللبناني كل شيء هيدا لازم يتغير، ورح يتغير مع الزمن. يعني هلأني شو رح يصير بهالوقت؟ يلي عم يعملوا حزب الله عم بفزع الناس، عم بفزع الناس. عملوا دير بالكم انه في رح يكون في وند فراغ. بس مثل ما قال في دستور لبناني، الدستور اللبناني، لبنان عاشت من 1975 ل 1990 تحت حرب اهليه. دكتور الكلام غير مزبوط. هذا الانسان ماجور وعميل ايراني. هذه شخصيه اسرائيليه، لا لبنان ولا لبنانيين. طيب سيد الياس، هو بيحكي عن الدكتور حسن، اشتغلت معك الامور. عم بتشوه الحقائق. طيب سيد الياس بجاني الناشط السياسي اللبناني، لم يبقى لنا. شكرا جزيلا لك دكتور جاكي ليا، المستشار السياسي السابق. شكرا موصول لك دكتور حسن مرش، خبير الشان السوري في الشرق الاوسط. وشكرا موصول لدكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. بهذا وصلنا لختام، نشكر لكم حسن المشاهده والى اللقاء.